تفضل. أستاذة أنا أحتاج إجازة لمدة أسبوع كامل. في ولدك بعد؟ مو قلتي لي المرة اللي فاتت طلع ولدك من المستشفى، إيش فيه؟ أبى أروح عند أمي وأبوي بمكة، وبالمرة أسوي عمرة. ليش هم ساكنين هناك؟ أول مرة تقولين السالفة هذه. أستاذة غصون، أنا ولدي عنده متلازمة داون واسمه حسن، وإذا حابة تتكلمين عنه تكلمي عنه بكل احترام. خلصتي فلسفة؟ خلصت. تفضلي. وين احنا تفلسفت؟ أنا ناقصتك. تدري وين كنت؟ لا بس السحر ريحته فايحة، ريحته فايحة. فعلى شنو تضحكون بس؟ عفية خلق لكم من الصبح على الضحك، ضحكونا وياكم شنو؟ لا بس بدرية قالت نكتة حلوة عشان كذي ضحكنا. لا وبدرية تعرف تنكت اصلا؟ ليش ايش فيني ما اعرف انكت؟ وانتي على شنو تضحكين والله؟ كل البلا فيك وكل الامراض فيك، ليش تضحكين؟ بدال ما تشجعين المرأة وتقولي لها عفية عليك زين تسوين نازلة 3 كيلو. لا وش كثر باجي لك على الوزن المثالي؟ 300. غصون كفاية، تكفين كفاية، ما صارت هذه عاد. طايحة بالعالم يمين وشمال من غير ما حد يحاسبك ولا حد يقول لك شيء. المرة فيها سكر، احنا قاعدين نحاول ننصحها ونشد من ازرها بس. وبعدين انت لمتى؟ ما عندك شيء غير الاستهزاء؟ ما عندك شيء غير السخريه؟ بلى عندي. هذه انسانه مو طبيعيه. طبيعي ما يسوي كذي. لا ما يسوي كذي. أنا راويك شو سوي فيك يا خالد، أنا راويك.